السلام عليكم الاحباب، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم. اخوكم دحمانوس يحييكم توجور، نجيكم بجديد. شكر كبير للمتتبعين تاعنا، توجور عاونونا بالتدعيم باش نحط لكم الوصفات. الفيديو تاع اليوم راه مطلوب بالبزاف، هو غراتان بولي على طريقه المحل كيما نخدموه في المحل. نوريكم كيفاش طيبوا البولي، كيفاش ديروا البيشاميل، ويجي غراتان بطبع. الناس اللي تحب تاكل اون بورتي، الناس اللي تحب تخدم المشاريع راح تدي فكره، حتى نتوما اللي تخدموا في المحلات في لي فاست فود تدوا فكره كيفاش تبيعوا لي غراتا تاعكم اون بورتي. النوع تاعنا راح يكون بولي، راح نعطيكم جميع الاسرار، وصفه من القلب من عند خوكم دحمانوس. ما نبخل عليكم بحتى حاجه، يعني الحاجه اللي نعرفها انا نبارطاجيها معكم ونخلو الناس كامل تستفاد. هذه هي غراتا بولي، راح يجي محمر وبنين، وقد ما نقول لك بنين زيت شويه اللي هي يجي مفرمج. غراتان بولي غير بالبيشاميل، يعني ما فيهش البطاطا. في اخر الفيديو راح نعطيكم السعر للناس اللي مهتمه بالمشارع. الفيديو هذا بزاف هايل، نتمنى منكم كامل ديروا لنا لي جيم هكذا باش تشوفوا الوصفه ونشوفوها بزاف ناس ان شاء الله. حاجه الخطوه الاولى، البولي تاعنا كيفاش نطيبوه باش يجينا منسم ويجي بنين. هنا راح نحتاجو كميه تاع الدجاج. دوكا نتوما في الدار الا استعملتو نصف صدر دجاج، استعملوا كيما انا زوج. الناس اللي تحب تخدم المشاريع دوبلي المقادير، يعني الكميه تاع البولي راح تكون ليكم. بعد ما نشروه نقوه مليح، نغسلوه، نقطروه في الكسكاس يقطر بيا، يعني الدجاج تاعنا راهو واجد. وبالنسبه للاضافه المهمه، اول حاجه واش راح نحتاجو؟ بصله ولا نص حبه. انا استعملت هنا غير نص حبه، راح نديرو كميه قليله. عندي نص حبه تاع الزروديه. المنسمات ضروري، عندنا الرند، الزعتره، زوج فصوص تاعتهم. راح نحتاجو الملح، التوابل نحتاجو غير فلفل الكحل وفقط. كميه تاع الزيت، المقادير هادو هنا راح نجيبو لهم. رميطه تاعنا اللي راح تطيب فيها، الحاجه المهمه انها تكون واسعه، يعني البولي تاعنا نمرقوه بها ونخلوه يطيب بها باش هنا تجي طري ويجي بنين. راح نجيبو الزيت تاعنا، حطوها هكذا. الكميه تاع الزيت تكون شويه بزياده هكذا باش البولي تاعكم يخرج لكم طري كما راكم تشوفوا هنا الحباب. حطوها فوق النار تسخن شويه. حطوا هنا الكميه الاولى، نزيدو هنا الكميه الثانيه هكذا كما راكم تشوفوا، نغطيه نخليه يتقلى شويه ونعاود نولي. هنا راح نجيو نضربوا عليهم طله ونجيو نقلبوا هذوك الصدوره تاعنا كما راكم تشوفوا الحباب هكذا. ماشي لازم ياخذوا احمرار كبير. كمية تاع الملح تكون موالمة للكمية هذي تاع الدجاج. نحطو هاذوك زوج فصوص تاع الثوم، الزرودية تاعنا، البصل كيما راكو تشوفو، زوج وريقات تاع الرند مع هاذيك الزعفرة، وأهم حاجة فلفل الكحل. نحطو كمية هكذا تكون لاباس عليها. نزيدو نخلوهم يتقلاو شوية ونعاود نولي. وها الحباب كيما راكو تشوفو خليتهم تكتكو شوية هكذا، نحركو خفيف ظريف. بعدها راح نجيبو هذيك الكمية تاع الماء اللي نمرقو بها هكذا، ونغطيو بكمية تكون مليحة. وانا الحباب بعد ما الفون تاعنا طلع الواجهة، دوكا بالنسبة لهذا المرق تاع الدجاج، عندما يطيب البولي باينة بلي راح نصفيوه. المرق هذا تغتنموه، تخبيوه، ديرو به دي صوص يطلع لكم البنة، خاصة لي بلا لي تخدمو على مينوت في المقالي خاصين بالدجاج. هذه هي. هنا واش راح نديرو؟ راح نجيب لغطة تاعي تاع لاكوكوت باش العملية تكون سهلة. نغطيو نغلق عليها ونخلوها طيب. نشوفو البولي تاعنا طاب. انا البولي تاعي خليته طاب ساعة كاملة في لاكوكوت. نتوما الا درتو مرميطة عادية خلوه يطيب جيدا. وكان واش راح نديرو؟ راح نفدو هادوك الصدورة تاع الدجاج، نقطروهم مليح، نحطوهم هكذا في ليان كيما راكو تشوفو، راهم طايبين ما شاء الله. بعد ما صفينا البولي تاعنا راح نفتو كامل هذاك الدجاج كيما راكو تشوفو. بعد ما نفتوه كامل شوفو البولي تاعنا كيفاش يولي واجد، يعني هنا البولي تاعنا راهو واجد. نروحو ندوزو نحضرو صلصة البيشاميل كيف كيف على بركة الله. نعطيكم وصفة تاع واحد لتر حليب، عندنا هنا واحد لتر حليب. حنا في البيشاميل الكلاسيكية كنا نديرو بالزبدة ونديرو بالفرينة، يعني عندك 70 غرام تاع الزبدة مع 70 غرام تاع الفرينة، ولا 80 مع واحد لتر تاع الحليب. لاسيزونمون ملح فلفل كحل ولا جوز طيب لكم الاختيار. قلت لكم البيشاميل تاع اليوم راح نديماريوها بارد في بارد ونديروها بالزيت. لتر تاع حليب، 100 غرام تاع فرينة، 50 مليلتر تاع الزيت. بالزيت البيشاميل تاعنا تجي بيضة ولا تكستور تاعها تكون ما شاء الله. عندنا الملح فلفل كحل شوية جوز طيب، وراح نضيف لها قطع تاع فرماج بلو. الناس اللي تحب تبدل الزيت بالزبده لكم الاختيار، يعني انا راني نشرح لكم الوصفه اللي تشوفوها تساعدكم وتجيكم سهله. اتكلوا على ربي. هنا راح نجيبوا هذاك الليتر تاع الحليب، النوعيه ما يهمش، المهم حليب، حليب تاع شكاير ولا حليب تاع بوايط ولا
لكم الاختيار، نحطوا واحد لتر تاع الحليب هكذا. اضافه اللي راح تكون الاولى الكميه تاع الفرينه، يعني قلت لكم الكميه تاع الفرينه 100 غرام باش البشاميل تاعكم تجي مشدوده، والزيت هذاك راح يحلها تجي بيه. تبعوا معايا مليح، خلطوا كل شيء بارد في بارد. بعد ما حطيناها فوق النار قلنا التحريك توجور مستمر باش ما ديرلكمش كامل هذوك لي غيرو، هذوك الحبوبات تجيكم بشاميل صافيه وافيه. نبداو نخلطوا غير بالعقل ونضيفوا هذيك الكميه تاع الزيت. وبعد هنا كما راكم تشوفون نحطوا هذوك القطع تاع الفرماج، يعني الفرينه دوك تبدا تحقد وهذاك الفرماج راح يذوب. استعملت انا هنا تلت قطع، استعملوا النوعيه اللي تشوفوها بنينه. هذا المكان هكذا راح نبقى توجور تحريك مستمر حتى تبدا تتقال البشاميل تاعنا، ونعاود نولي لك. هنا شوفوا راهي بدات تاخذ القوام تاعها، دوك تبدا تطلع غير بشويه. النار قلنا متوسطه والتحريك مستمر. هنا بعد ما نشوفوها بدات تطلع، اول حاجه راح نديروا هذيك الكميه تاع الملح كما راكم تشوفوا. حطوا هكذا رشيشه خفيفه تاع فلفل الكحل، نحركوا هذاك في الطريق. في الاخر راح نديروا رشه تاع جوز الطيب هكذايا، غير رشيشه خفيفه كما راكم تشوفوا. والله راح نديكم بنا ما شاء الله. وهنا الحباب كما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاع صلصه البيشاميل. جبتم صلصه تاع بيشاميل، شوفوا هنا بعد ما تبدا تطلع هذه الفقاعات بيشاميل ولا اروع كما راكم تشوفوا. هنا خفيف ظرف، دوك هنا واش راح نديروا؟ نطفيو عليها. وهنا الحباب مرينا بكامل الخطوات، البولي تاعنا واجد والبيشاميل تاعنا واجد. هاوليك البولي بعد ما فتتو كامل، يعني هاوليك ما شاء الله تزيدوا ديروا له البيشاميل زيد ينطلق يجي بالطبع. وهنا واش عندنا؟ البيشاميل تاعنا ديريكتومون نحطوها فوق البولي كيما راكم تشوفوا الحباب. هاي لك المرميطه من التحت، حذاري انكم تخلوا البيشاميل تاعكم تتحرق لانه تعطي لكم جو ماشي شباب. انا واش راح نديروا البولي تاعنا مع هذيك الصلصه تاع البيشاميل والميلونجيوهم كامل هكذا. الطري تاعنا تاع لي غراتان بولي راها واجده بالطبع. دوك هنا راح نجيبوا هذوك لي رانكا تاع الالومنيوم امبورتي، نتوما الى استعملتو تاع الدار ديروا دي رانكا تاع الزجاج. من الناس اللي تحب تخدم اطابل تستعمل لي رانكا تاع الزجاج هكذا. الحباب راح نجيبوا المغرفه تاعنا ونبداو نعمرو في لي رانكا كيما راكم تشوفوا، نوري لكم وين توصلوهم بالتعمر تاع البقراته. كيفاش يجي معمر؟ بسم الله ما شاء الله. خمسة لي غراتان اون بورتي كيما راكم تشوفوا. دوكا في لي غراتان شي تبقى لكم الفرماج اللي ديروه من الفوق وتحمروه يتغراتينا. نستعملوا نوعية الشيدر كيما راكم تشوفوا، نسكر في جلون كامل هكذا شوية شوية. الشيدر يعني بيقيس ما ياخذ احمرار يكون اشباب. هنا واش راح ندير؟ ندخلوه الفرن يتحمر ونجو نشوفوه على بركة. وهنا الحباب زينا وصلنا لنهاية الفيديو بعد ما حمرت لكم الكراتان، هذا اللي كنت نحيته في بداية الفيديو كما راكم تشوفوا. يعني الفيديو راهو على المباشر، ما كان لا مونتاج لا نكوبي الصوت لا والو. الناس اللي تخدم هكذا في المحلات تخدم الكراتان تاعها اونبورتي بالطبع، يحمروه كما راكم تشوفوا. من بعد اتغطيو الكراتا تاعكم كيما راكم تشوفوا. بون ابيتي كامل عليكم الاحباب. بالنسبه للسعر البيع راهو يدير 30000 شتو المقادير اللي استعملناهم في الوصفه. ان شاء الله تكون نالت ارضاءكم ونالت اعجابكم. كراتان بولي على طريقه المحلات. دوكا في التعليقات خلوا لي كامل واش راكم حابين هكذا باش نزيد نشارك معكم وصفات ان شاء الله، وتستفادوا على طريقه المحلات نتوما اللي في الدار تفرحوا العائله، والناس اللي راها تخدم لهم بورتي تستفاد ان شاء الله. اهنا ما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. السلام الاحباب.